السلام عليكم. مشكلة هبوط السكر مع مرض السكر تمر على كثيرين من مرضانا. من هو المرضى المعرضين للهبوط من مرض السكر؟ عادة مرض السكر من النوع الأول لو كانوا صايمين، سكر الجماعة اللي معهم سكر من النوع الثاني واللي يأخذون إبر متعددة، وخصوصا اللي سكرهم غير منضبط، الجماعة اللي كبار السن وصايمين ويأخذون حبوب مثبطة أو مهبطة للسكر، وأيضا باقي الآخرين أيضا معرضين ولكن بنسب أقل. وبالتالي بالذات الفئات الثلاثة الأولى عادة ننصحهم بعدم الصيام كقاعدة، ولكن طبعا لكل قاعدة استثناء.